بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت انطلاقة اللجنة للشوط السابع للقعادين المحليات لأصحاب السمو الشيوخ. تمنى التوفيق للجميع. ما زال في المركز الأول المهب للسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومضمر سعيد بن عبيد الحميري. في المركز الثاني للسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومضمر محمد بن سعيد بن حلوة مربوش ومضمر سعيد بن محمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي. في المركز الثالث سبعة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومضمر عبد الله بن علي بن واسل الكتبي. في المركز الرابع شاهين لحقن الشبا والمضمر سالم بن سعيد. في المركز الرابع المركز الخامس صبر خله المركز الثامن مرحب لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم ومضمر مطر بن خلف بن علوان الكتبي. في المركز السابع لسيدي سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومضمر سلطان بن محمد الملعاي. في المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم غازي والمضمر عبد الله بن مر بن حلو الاكتبي. وفي المركز التاسع شاهين لهيق الند الشباب والمضمر سالم بن سعيد. هذه النتيجة عديناها إلى حضراتكم، سوف نعود هناك إلى المراكز الأولية. ما زال في المركز الأول المهب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومضمر سعيد بن عبيد الحميري. في المركز الثاني شاهين لهيق الند الشباب والمضمر سالم بن سعيد. في المركز الثالث مربوش لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومضمر محمد بن سعيد بن حلو الاكتبي. المركز الرابع لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والمضمر عبد الله بن علي بن واسل الكتبي. سواء في المركز الخامس مرحب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومضمر احمد بن محمد بن راشد المكتوم ومضمر مطر بن خلف بن علوان الكتبي. في المركز السادس غازي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومضمر عبد الله بن مر بن حلوه. وفي المركز السابع شاهين لهيق الند الشباب والمضمر سالم بن سعيد. وفي المركز السابع صوغان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومضمر سلطان بن محمد الملعاي. سوف نعود هناك الى المراكز الاوليه. هذه النتيجه عديناها الى حضراتكم كامله. ما زال في المركز الاول مسيطر المهب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومضمر سعيد بن عبيد الحميري. في المركز الثاني شاهين لهيق الند الشبا والمضمر سالم بن سعيد. في المركز الثالث مربوش لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومضمر محمد بن سعيد بن حلو الاكتبي. في المركز الرابع صوغان لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومضمر عبد الله بن علي بن واسل الاكتبي. في المركز الخامس مرحب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن محمد بن راشد المكتوم ومضمر مطر بن خلف بن علوان الكتبي. وفي المركز السادس غازي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومضمر عبد الله بن مر بن حلو الكتبي. وفي المركز السابع شاهين لهيق الند الشبا والمضمر سالم بن سعيد. وفي المركز الثامن صوغان لسيدي سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومضمر محمد بن سلطان الملعاي. تغيرت النتيجة، مربوش خذ المركز الأول. في المركز الأول مربوش لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومضمر محمد بن سعيد بن حلوة. في المركز الثاني لهيق الند شبا شاهين ومضمر سالم بن سعيد. في المركز الثالث صوغان لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومضمر عبد الله بن علي بن واسل الكتبي. في المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان المهب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومضمر عبد الله سعيد بن عبيد الحميري. في المركز الخامس مرحب لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم ومضمر مطر بن خلف بن علوان الكتبي. سوف نعود هناك الى المراكز الاوليه. تغيرت النتيجه، تغير شاهين لهيق الند الشبا والمضمر سالم بن سعيد. في المركز الثاني مربوش لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومضمر محمد بن سعيد بن حلوه.
هاك المعركة طاحنا ما زال في المركز الأول شاهين، وفي المركز الثالث صوغان للسيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، وانضم عبد الله بن علي بن واسل الكتبي. المعركة طاحنا ما بين مربوش وما بين شاهين، يا سلام يا هذه المعركة. تغيرت النتيجة، خذ المركز الأول شاهين بدون منافس على الإطلاق لهيق الند الشبه والمضمر. سالم بن سعيد في المركز الثاني مربوش للسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد المكتوم ومضمر محمد بن سعيد بن حلوة. يا سلام يا هذه المنافس الشديد، ما دال في المركز الأول شاهين، في المركز الأول شاهين لهيق الند الشبه والمضمر سالم بن سعيد. في المركز الثاني مربوش لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد المكتوم، ما زال شاهين في المركز الأول ومربوش يحاول محاولة مستميتة في المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد المكتوم، وفي المركز الأول ما زال في المركز الأول شاهين خلاص. والسلامات تتجه إلى منطقة زعبيل لهيق الند الشبه والمضمر سالم بن سعيد، أعلن الفوز والناموس إلى خط النهاية. في المركز الثاني مربوش لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد المكتوم. في المركز الثالث مرحب للسمو الشيخ احمد بن محمد بن راهد المكتوم. في المركز الرابع غازي للسمو الشيخ حمدان بن راهد المكتوم. وفي المركز الخامس صوغان للسيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد المكتوم. هذه النتيجه عديناها الى حضراتكم، 6:19 التوقيت الزمني و38 قزوم الثانيه. تهانينا والناموس للجميع.